ما هي توقعات مخرجاتك من الدورة؟ طبعا أعطائي فكرة عامة عن منهج التربية الإعلامية، الأساسيات، الوحدات اللي في المنهج، بحيث أنا أوصل هالفكرة لإدارة المدرسة وللمشرفين والمعلمين عن التربية الإعلامية كنوع من التهيئة مقدمة، بحيث أنه يتم سيكون القبول يعني بشكل سهل جدا. لازم نحدد السياق، انه ثقافتنا شو، كيف نستخدم هالاعلام ضمن هذا السياق الثقافي الاجتماعي اللي هو اللي بدكم اياه. اوكي، فالمضمون الاعلامي لازم يكون له طعمه، يعني مش يكون خارج السياق. Hearing other people's opinions and getting guidance to actually extend your learning was beneficial. That was, I can go home now and go, yeah, you know what, I'm going to read through the curriculum, I'm going to teach a little bit different, get the kids more knowing what the media does and the society around them through the media. فالأطفال أنا برأيي التربية الإعلامية هم لازم يربوا نفسهم. المثقف إعلاميا هو الطالب الذي يستطيع أن يقدم شيئا لهذا الوطن، لهذا البلد، لأن الطالب إذا كان مثقفا إعلاميا هذا يعني أنه سيحقق ركائز أساسية لهذا الوطن في 2030، ركائز تقوم على هذه التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية. فلا يمكن لهذه التنميات وهذه الركائز أن تقوم دون هذه التوعية الإعلامية الثقافية لدى الطالب. أتوقع من هذه الدورة أن نخرج بمخرجات هي كيف بالفعل ندخل هذا الإعلام بجدية إلى مدارسنا، ونشجع الطلبة لمثل هذا العمل، لعلنا نصل إلى هذه الركائز التي يعني تصبو إليها دولة قطر إن شاء الله. Students now consume a lot of media. I mean, like even small messages and images and how people react to them, which means like you always look and react and consume media in a critical way. That is, your mind should not be absented from the relationship between you and the media. In terms of young people, really young people, I think that there should be a buffer between the media and the child who's 3 years or 4 years, which usually like, you know, get a buffer or guidance by parents or somebody who, you know, like basically selects and chooses the media for, because like at that age they cannot really judge what is violent and what is not violent, what is explicit, what is not explicit. So, but at the older age, like 12, 13, I think then the students become more independent, and therefore, you know, the parents cannot be around them all the time, and there is a degree of independence. And so like the students themselves, they should be equipped with some tools to analyze and critically approach textual media. نحن بدنا نتطور كمان، مش عيب يا جماعة انتوا عم تحضروا هلا دورة تدريبية. الطالب اللي الحين قاعد يتعلم مادة إعلامية وهو عمره مثلا صغير، راح تساعده بعد ذلك انه هو راح يعني تختصر له سنين وسنين من عمره اللي راح يضيع في التعلم وهو كبير. يعني انا عن نفسي اتكلم، ما لا درست إعلام ولا كنت اطبق الإعلام. بعد ما تخرجت من الجامعة او اثناء دراستي الجامعية كنت اتعلم الإعلام، فاخذ مني وقت كبير. لكن تخيل لو انا مثلا من صف سادس ولا صف اول اعدادي تعلمت الإعلام، راح اكون يعني اختصرت سنوات كثيرة وكثيرة من عمري في تعلم الإعلام، وبالتالي تأسيس قاعدة يعني بالنسبة للطلاب، تأسيس قاعدة سليمة يعرفون مثلا الأساسيات وسائل الإعلام، أساسيات الصحافة، أساسيات التلفزيون، فراح يختصر سنين كثيرة من عمرهم. فهي أكيد شيء راح يساعدهم إنه يتعلم هذا الشيء في المدرسة. هو مطلوب من المدرسة طبعا التدريس النظري، لكن التدريب العملي ممكن جهات أخرى تقوم فيه، مثل مركز الدوحة لحرية الإعلام اللي راح يطبق إن شاء الله الشهر القادم بعد العيد إن شاء الله ورشة عمل كبيرة راح تكون
تكون موجودة لجميع الطلاب بكافة المجالات. راح نشاهد الطالب المذيع، راح نشاهد الطالب المصور، راح نشاهد الطالب المنتج للمقابلة، راح نشاهد الطالب الصحفي كلها. وراح توفر له طبعا مركز الدوحة لحرية الإعلام راح توفر له الأجهزة، المايكات، الكاميرات، الوسائل اللي راح تساعده أن يطلع لك عمل حلو. الكرة بعد ذلك في مرمى الطالب، يعني إذا هو كان نظريا مهيئ صح أعتقد ما راح يواجه صعوبة في العملي. Media literacy is something that's really important in everyone's lives. The world is changing and every day there's something new. Students need to learn that, actually everyone needs to learn that to keep up with events that are happening in the world, how it affects us, how it affects other people, what are the consequences of things that happen in this world. So today's workshop was really interesting and really informative, that it showed us that we need to keep up with the world events and things that are happening in the world today. ضرورة تفعيل التربية الإعلامية ودمجها داخل مناهجنا هي ضرورة ملحة، وذلك لبناء وخلق جيل صحفي واعي ومدرك لما يدور حوله، جيل مبدع يتمتع بالاستقلالية الذاتية وبالعقلانية. Media literacy should be integrated in the curriculum of the school. Now it's not like that, not yet. So the activities are extra curriculum activities. Mm-hmm. But of course, it should be done by the teachers. I mean, we have thousands of kids in Doha and many schools, and we are not able, as Doha Center for Media Freedom, to implement, you know, a media literacy program. It should be done by the teachers. So that's why we invited them to have this train the teachers. So what media literacy is all about, you know, how, I mean, to be media literate, so how to know if things are true or not true, right or not right, how a certain piece of news was constructed, was created. I think it's very important, not just for the kids you are teaching, but for all of us, you know, living in a world with media which are developing very fast. First three-day workshop about implementing media literacy here in Qatar, and it's making its way into schools. The educators are now able to pass the knowledge obtained, and this is only the beginning of an ambitious project. This is Muhammad Al-Har, Dina Omar, and we're junior reporters for the Doha Center for Media Freedom.